إعلاميون وخبراء مختصين في مجال الإعلام والرقمنة يجتمعون في الملتقى الأول للإعلام والاتصال والتكنولوجيات الحديثة في الجزائر، اللقاء الذي يعول عليه للخروج بتوصيات واقتراحات ملموسة في ظل التحديات والرهانات التكنولوجية التي يشهدها القطاع. فيه عدة محاضرات وعدة ورشات في مجال قانون الإعلام وفي مجال الاحترافية وفي مجال الذكاء الاصطناعي، لأنه شعار هذا الملتقى هو تحديات الإعلام والاتصال في ظل الرقمنة والذكاء الاصطناعي. غدا صباحا حيكون فيه مائدة مستديرة موضوعها حول استثمار في مجال الإعلام والاتصال، راح ينشطها خبراء في المجال حتى توصيات نرفعها إلى الجهات المعنية. محاضرات وورشات تطبيقية ستسلط الضوء على مدار 3 أيام على أهم تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتخزين البيانات ومعالجتها. لليوم الذكاء الاصطناعي دوره في تسريع يعني إنتاج المحتوى، وكذلك إنه يستطيع أن يساعدنا على إنشاء محتوى جديد، أن يكون سمعي بصري أو كتابي. لذلك الأهمية اليوم في استعمال هذه التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي أولا هو التحقق، والذي سوف يصنع الفارق هو خاصة الاحترافية والصدق والمصداقية تاع المصدر. وعلى هامش الملتقى وفي معرض خصص للفاعلين في مجال الإعلام والاتصال، سجل مهنيو السمع البصري حضورهم من مؤسسات عمومية وخاصة، بالإضافة للناشطين في الإعلام الإلكتروني والصحافة المكتوبة.